أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى قدم في صدر الآية مقدمة، أي بحكم يجب أن يلتزم، لأنه حكم الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه. فقال قضيتي الإيمانية الرجال قوامون على النساء، ثم جاء بالحيثيات فقال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، وإن الصالحة هي المرأة التي استقامت على المنهج الذي وضعه لها من خلقها في نوعها. تبقى نهايتها ايه؟ ما دام تبقى صالحة ان تكون ايه؟ قانتة. قانتة لمن؟ خضع لمين؟ خضع لله. إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيما حكم به من أن الرجال قوامون على الإيه؟ على النساء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وقلنا إن المرأة حين يغيب عنها زوجها، ليس بالضرورة بس الزوج، أي راعي عرضها وحاميه، كذلك يكون الايه؟ الأب بالنسبة للبنت، الابن بالنسبة للأم، يعني كل نساء في ولاية أحد، تبقى لازم تحفظ ايه؟ تحفظ غيبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد المرأة الصالحة فقال وخير متاعها المرأة الصالحة، وضع قانونا للمرأة الصالحة، هي التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها، وإن غبت عنها في إيه؟ عرض ومالك. أنت عايز أحسن من كده إيه؟ كلمة إن نظر إليها سرت، إياك أن إنك أنت توجهها بس إلى ناحية الجمال، جمال المبنى. لا، ساعة ما تشوفها كده جمع كل صفات الخير فيها، ما تاخدش صفة وتسيب ايه؟ ما تاخدش صفة وتسيب صفة، لأن النبي حذرنا من أن نأخذ صفة في المرأة ونترك صفة أخرى، بل لازم ناخدها في مجموع ايه؟ في مجموع صفاتها. قال ايه؟ إياكم وخضراء الدمن. قالوا خضراء الدمن يعني الدمن هي الزبالة والكناسة، لما تنزرع فيها حاجة تقوم تتغذى على الفضلات، لما تتغذى على الفضلات سباخ تقوم تطلع ايه؟ مرعرعة كده وخضرة، يقوم يعجبك انما اصلها ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. سألوا رسول الله ما خضراء الدمن يا رسول؟ قال المرأة الحسنة في المنبت السوق. تبقى انت ما تنظرش بس الايه؟ ما تنظرش الى زاوية واحدة في الجمال، بل انظر الى ايه؟ وانت لو نظرت الى الزاوية التي تشغل الناس، الزاوية الجمالية، لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة إلى تكوين المرأة، لأن عمر هذه المسألة هم حتى يروح شعر عسل يعني تنفض الحكاية، شعر عسل وتنفض إيه؟ ثم بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى. أنت حينما دخلت على مقوم واحد وهي أن تكون جميلة، لأنك أنت يعني عايزة سنت صالون بقى ولا عايزة تشتغل إيه يعني؟ يوم دي عمرها بسيط في عمر الزمن، لكن اللي هيبقى لك إيه؟ أن تكون أمينة، تكون مخلصة، تكون مدبرة، تكون تبتدي الصفات الثانية تستفيد. ولذلك هو الفشل ينشأ في الأسر من إيه؟
من أن الرجال يدخلون حين الزواج بمقياس واحد، هذا المقياس الواحد عمره قصير، يذهب بعد فترة تهدأ شريته كده، وبعدين تستيقظ أعين الرجل إلى نواحي الجمال الأخرى، يوم ما يجدهاش موجودة يوم يحصل الفشل، يقول لا لازم تاخد الايه مجموعة الزوايا كلها، اياك ان تأخذ زاوية واحدة، وخير الزوايا ان يكون لها دين. كذلك المكياس برضو بالنسبة لايه لقبول المرأة للزوج، برضو خير الزوايا ان يكون الايه المكياس، ان جاءكم من ترضون دينه ايه فزوج، اما فعلتوش كده تبقى فيه فتنة، توجد ايه في الفتنة. والراجل لما استشار قال له زوجها من ذي الدين، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها، كلام جميل وكلام حلو قوي. اذا حق سبحانه وتعالى لازم انت تشوف المسألة اللي هيبقى لها عمر طويل، عمر طويل في الحياة الممتدة. وبعد ذلك اذا ارادت المرأة انها تكون ناجحة تشوف الاطار بتاع نوعيتها ايه وتنبق فيه، ومن الممكن ان كان عندها وقت بقى توسع دائرة مهمتها في بيتها، هي لما يكون عندها اولاد ولا هي انا تخيط السلك وتدفع له اجرة، طب اتعلم القيادة وفرت دي، طب اتعلم التطريز عشان ما تدفعيش مش عارف بتطريز مش كده ولا لا، تعلم التمريض عشان العيل عندك مرض برضو تستطيع انك تعلمه، برضو عشان تغني عن مدرس خصوصي يجي هنا بالايه الحكاية. الله عندك وقت فاضي والله كده، شوفي كده ايه اللي بيجي السباك بيعمل الحنفية اعمليها انت يا سيدي، كهرباء تعدت الكرسي ولا تشوفي ايه الاخر، تقدري تعملي ايه كل حاجة وانت قاعدة ببيتك كده، وتوفري المين توفري دخلك البسيط للمهام اللي مين اللي ما تقدريش تعمليه، ادي يبقى خد وقتك كله ولا لا؟ لا خد وقتك كله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب مش بارتجال من عندها ولا باختراع، ده بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب، بالمنهج الذي وضعه الله لايه لحفظ الغيب. طب المنهج اللي وضعه الله لحفظ الغيب ايه؟ هتحافظ على عرضها وعلى المال بتاع الزوج في غيبته، نقول نشوف المنافذ اللي تيجي منها الفتنة ونمتنع عنها، ما نروحش في الشوارع عشان ما نشوفش حد كده يخيلني ولا نخيل حد، ما نبصش، ما هو دي مقدمات الحفظ، ما تروحيش في زحمة الحياة وبعد ذلك نقول لك حفظ، لا تشوف ربنا عمل ايه بما حفظ الله، شوفي منهج ربنا قال ايه اول المنهج حتى للطريق الخرج يغضبنا كده، ولذلك قال يغضبنا من ابصارنا ويحفظنا ايه، لانها ما غضتش البصر ايه يحصل ايه يحصل التفات عاطفي، التفات ان احنا قلنا زمان ان كل شعور في الانسان له ثلاث مراحل، مرحلة ان يدرك، ومرحلة ان يجد في نفسه، ومرحلة ان ينزع يعمل عمل، مش كده ضربنا المثل بالوردة، انت ماشي كده شفت وردة في فستان، كونك شفتها هذا ادراك، اعجبتك الوردة وحبيتها كده وعشقتها دي اسمه وجدان، رحت عشان تقطفها دي عملية نزوعية، يبقوا كم مرحلة؟ ادراك فوجدان فنزوق. الشرع بيتدخل متى؟ يتدخل في عملية النزوع دائما، يقول لك انت رايح تقطف الوردة، ايه انت شفت الوردة ما قلنا لكش حاجة، حبيتها وعجبتك ما قلنا لكش حاجة، ساعة ما جيت تمد ايدك تاخدها يلا مش بتاعتك، يبقى انت حر في ان ايه وحر في ان تجد في نفسك، انما ساعة ما تنزع يقول لك لا مش بتاعتك بقى، عجبتك بقى
شوف لك ازرع لك وردة في عش البيت، ما عندكش هات قصرية كده وحط فيها وردة، استأذن صاحبها أقل حاجة مثلا. يبقى إذا مش التشريع بيتدخل فين؟ في منطقة الايه؟ النزوع. إلا في أمر المرأة تدخل من أول الإدراك، لأن الذي خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالا بصينا له كده وشفناه هيجي عندنا مواجب بالنسبة له، يعني نشتهيها مش كده؟ ساعة ما يوجد إدراك واشتهاء مش ممكن ينفصل النزوع. ليه؟ قال لك لأنك مركب تركيب كيماوي بحيث إذا أدركت جمالا ثم حصل لك وجدان اشتهاء عندك عملية مش هتهدى إلا إن إيه؟ يقولك فأنا من الأول رحمتك وتدخلت من أول المسألة، كل شيء أتدخل فيه عند النزوع إلا المرأة تدخلت فيها من أول إيه؟ من أول الإدراك. غض وغضش. ليه؟ لأنك إن أدركت فستجد وإن وجدت فستحاول أن تنزع، إما أن تنفس وتنزع وده تعربد في أعراض الناس، وإما أن لا تعربد وتفضل كده يبقى عندك إيه؟ كبت. يبقى عندك إيه؟ يبقى من أول الأمر ربنا عمل إيه؟ حسمها من أولها، فقال قل للمؤمنين إيه؟ يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن. امنعوا المسألة من أول مراحلها. ليه؟ لأنني لما أشوف وردة وبعدين قالوا ده مش بتاعتك ما تقطفهاش ما يحصلش عندي حاجة في مادتي، إنما لما يشوف حاجة جميلة امرأة جميلة وبعدين يقعد في وجدانه إنه مش عارف إيه هيحصل عنده حاجة تانية، لأني أجهز له أجهزة مخصوصة تنفعل لهذا الشيء. يقوم يعمل إيه ربنا؟ يقول أنا خلقك وهتدخل في المسألة من أول إيه؟ من أول. فيبقى بما حفظ الله يقول له بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ. ايه المنهج اللي وضعه الله للحفظ؟ ان لا اعرض نفسي الى ايه؟ الى ادراك ينشأ عنه ايه؟ وجدان، وبعد ذلك افكر في النزوع، فان نزعت افسدت وان لم تنزع تعقدت. تبقى هيجي شر منها ولا لا؟ هذه بما حفظ الله، يعني انظروا الى المنهج الذي وضعه الله لان تحفظ المراه الغيبه بتاع ايه؟ بتاع زوجها بايه؟ مش بمنهج تعمله من عنده، لا، بالمنهج الذي وضعه خالقها وخالقه. ما شاء الله ان شاء الله. انظر بقى الى الحق سبحانه وتعالى حينما يربي في عبده حاسة اليقظة واللاتي تخافون نشوزهن. تخافون نشوزهن، مش حصل النشوز، ده مخافة ان يحدث. يبقى انت متركب من امتى؟ يعني من بدري شوية، ما تخليش المسألة لحد ما ايه؟ مش لغاية النشوز. نشوز يعني ايه؟ نشوز دي نشزة يعني ارتفع في المكان، ومنه النشز او النشز المكان المرتفع، ومعنى ما دام القوامون على النساء والى اخره، اللي يعني تحب تعمل ايه بقى؟ اللي تحب تتعالى بقى عن الحكايه دي، يعني تتخط في حته ايه؟ عاليه بقى. ولذلك النشاز حتى في النغم يعني ايه؟ صوت خارج عن قواعد النغم اللي قبله. يقول لك ده النغمه دي نشاز، النغمه دي ايه؟ يعني ايه؟ خرجت عن قاعده النغمه التي سبقتها، مش كده؟ اكن المفروض فيها انها ايه؟ تكون متطامنه، تكون متطامنه. فان انت حسيت انها يعني في بالها انها ترتفع، اياك ان تتركها الى ان تطلع الربوة وترتفع. من اول كده ما تحس بوادر العملية
ابتدي بقى شوف ربنا عمل ايه بقى. لا تخافون، بمعنى تخافون يعني ان النشوز متخوف منه، لسه ما حدث. لا تخافون نشوزهم فاعظوهم. ساعة ما تشوف عناية كده كده يبقى ايه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ النصح بالرقة، النصح بالرقة. فاعظوهم. طب النصح بالرقة من فيعش؟ قالوا في النصح بالرقة انك انت تنتهز فرصة بالدقة كده، فرصة انسجام المرأة وياك. تقول لها انا شايف كده انك انتهز، بس امتى تختار الظرف يعني؟ وانتوا بقى مش هعلمكم اختيار الظرف. اختيار الظرف ده بقى الدقة فيه بقى. ما عشان يبقى الوعظ والارشاد كويس، ما تجيش من واحد الا وقلبه متعلق بك. يعني عايز تربي ابنك لازم تعمل حاجة تخلي قلب ابنك وياك. يعني افرض ان ابنك طلب منك طلب وانت ما جبتوش، وامه قالت لك ده عمل الواد كذا وكذا 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 وحرق قلبه عليه، انت تجيب الطلب بقى دلوقتي ده، تقول له تعالى ده الطلب اللي انت طالبه بقالك شهرين ياد ربنا وفيأثر وجبته لك اهو خد. انت لسه هتديه له كده؟ يا ابن الايه والله لا افتكرت اللي قالت له امك على انك عملت كذا وكذا، والله ما كنت جايبه لك ابن كذا. تشتمه ويضحك ليه؟ انت اديتله في وقت ارتباط قلبه وعاطفته بك. انما احنا بنعمل غير كده، نيجي للولد في الوقت اللي هو كارهني فيه ونحاول نربيه. ما ينفعش التربية ابدا. انما انتهز فرصة ايه؟ التصاق عقله بيك. وبعدين يقول والله يا ابن الكذا لو امك، لو انا افتكرت الحكايه دي ما كنت جايب لك الموضوع ده، انما انت حظك اللي كده يا ابني. وتقوم عليه تضربه يقول الواد ايه؟ ينضرب ويضحك. مش كده؟ اهي عايزوهن دي بقى معناها ايه؟ برفق وبلطف، ومن الرفق واللطف ان تختار ايه؟ وقت العظه. وقت العظه انت تعرفه بقى يعني لما يكون كده فيه. طيب ما نفعتش العظه دي وشايف انت الامر داخل الى ناحيه الربوه النشوز، المراه عاده تدل على الرجل بما تعرف فيه من اقبالها عليه. يمكن المراه تصبر على الرجل اكثر من صبر الايه؟ الرجل عليه. ليه؟ ام قال لك لان تكوين الرجل له جهاز لا يهدأ الا اي مش كده؟ انما المراه ما عندهاش. يوم هو ساعه اجهزته ما تنفعل يبقى لازم يبقى ما يقدرش يصبر، انما هي ما عندهاش اجهزه منفعل ما بتنفضحش مش كده ولا ايه؟ تقوم انت بقى ساعة ما تشوف بقى الحكاية دي وهي عارفاك بقى انك انت مثلا راجل بتحب نتائج العواطف والاسترسال، اديلها درس في الحتة دي بقى، اهجرها في الايه؟ في المضجع. شوف بس شوف الدقة، شوف الدقة، مش اهجرها في البيت، مش اهجرها في الحجرة يعني انت تنام في حتة وهي في حتة، لا، عشان ما تفضحش المسألة برضو خليكم في الحتة اللي بتنوموا فيها ناموا فيه. اهجرها في ايه؟ في المضجع. لأنك أنت إن هجرتها وكل البيت عالم إنك أنت قاعد في أوضة لوحدك، ولا سبت البيت وهربت علم، فتورث فيها غريزة العناد. لكن حكاية بينك وبينها بس كده هتجيلها ظرف عاطفي ايه؟ تتغاضى، وهيجي لك انت ظرف عاطفي برضه تتغاضى، وكل واحد منكم يتمنى ان التاني يصالحك.
يبقى اهجروا لنا في المضاجع عشان يعني يقول لها ان كنت هتدل بالحته دي لا انا ايه اقدر على نفسي. فقالوا فبي اهجرها في المضاجع يعني ايه اما لك يدها ظهره ما دام المضجع واحد هيعمل ايه اهجرها ازاي؟ يدها ايه؟ يدها ظهره مثلا. انما ما فضحش المساله ولا لا؟ وبرضه نايم في الحته ونايمين على السرير والاوضه اتقفلت عليهم ولا حاجه ولا حد عرف حاجه ولا انا بقول احنا قلنا زمان ان اي خلاف بين الرجل والمراه ان زل بينهما بس ينتهي في اقرب وقت. ساعة الرجل كده ما يطلع بره وعواطفه تلتهب شويه يتم ويريح ويتمحك. ايه؟ وهي برضه تتمحك. وقلنا لكم حكايه انت مودياني فين على فين يا سيدي؟ الله. اذا امال ايه اللي بيخسر الدنيا؟ اللي بيخسر الدنيا تتدخل عناصر. العناصر دي تنفي في الرجل عنادا وفي المراه عنادا، لان مش عايز انفتح قدام دي ولا قدام دي، الام والاب والاخ والمش عارف ايه والعم والكلام الفاضي ده. انما خلي الخلاف دائما ايه؟ بين الرجل والمراه، لان فيه امرا بينهما سيلجئهما الى ان يتسامحوا مع بعض. يزورون واجرهن في الايه؟ في المضاجع. واضربوهن. قال لك الضرب ده قال لك بشرط ان لا تسيل دم ولا تكسر عظمة. لما تلاقي لا هتعمل دم ولا تكسر عظمة تلاقيه ايه؟ نقف كده يعني. بس دليل على عدم الايه؟ على عدم الرضا. ولذلك بعض الناس قال لك اضربها بالسواك. يضربها بالايه؟ السواك اللي بيعمل يضربها بالايه؟ بالسواك يعني. وربنا علمنا الحكايه دي هناك إيه؟ لما حلف انه يضرب امراته مت خبط، قال له ايه ربنا؟ قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ضغثا يعني الضغث هي الحزمه من الحشيش. وتبقى فيها 100 عود ويجيب ضربه واحده ويروح ضاربها يبقى ضربها 100 ضربه يا سيدي وخلاص. وضربها 100 ايه؟ 100 ضربه. هي لما تلاقي الضرب مشوب بحنان الضارب هي نفسها من نفسها كده. وعلى كل حال اياكم ان تفهموا ان الذي خلقنا يشرع حكما تأباه العواطف، انما يأباه كبرياء العواطف. كبرياء الايه؟ العواطف. انما اللي شرع وقال كده يبقى هي لازم تكون كده. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، اي ضربا غير ايه؟ غير ايه؟ مبرح. ومعنى غير مبرح لا يكسر عظم ولا ايه؟ ولا يجرح يساوي الايه؟ معنى. فان اطعنكم اطعنكم في ايه؟ ام قال لك ما هو النشوز، ما هو ما دام خايف النشوز يبقى معناها بدرت بوادر تدل على انها عايزه ايه؟ تستعلي. فان انتهت من المساله ما تاخدهاش لها بقى ذله وتقعد عليها، يبقى انهي الموقف وكانه لم ايه؟ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المساله مش استذلال، مساله في اصلاح وفي تقويم، مش ايه؟ استذلال. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن ايه؟ اطعنكم. نعم. اذا انت لك الظاهر من امرها. اوعى تقول ده هي بتطعن كده انما قلبها مش وياي وتدخل بقى في دوامه الغيب تقول له انت مالكش دعوه، المحكوم علي في كل التصرفات ظاهر الاحداث، باطن الاحداث دي مالكش دعوه بها. ما دام اطعنكم يبقى ظاهر الحدث ان المساله ايه؟ المساله انتهت والنصوص ما عادش فيه خان خاف ولا اي حاجه. فلا تبغوا عليهن ايه؟ سبيل. ان الله كان عليا ايه؟ لان فلا تبغوا عليهن سبيل ان اطعنكم معناها انك ان بغيت عليها سبيلا بعد ان اطاعتك يبقى المساله عايزه منك تحكم ده ولا لا؟ تحكم قدره مش تحكم سيطره. لانه لا، ان كنت قويا عليها فيجب ان تتنبه ان الذي احلها لك بكلمه اقوى عليك منك عليها.
ده تهديد. ومعنى التهديد ده من الله لنا ايه؟ قال دي صنعتي وانا اللي خليتك تاخدها بكلمة، زوجني زوجتك، مش هي كده المسألة ولا ايه؟ فانا مدام انت ملكتها بكلمة مني يبقى انت ما تتعلاش عليها، لانني زي ما حميت حقك بحمي ايه؟ لان مفيش واحد منكم اولى بي من الاخر، لانكم دول اتنين صنعتي وانا عايز الامور ايه؟ تستقر. ان الله كان عليا ايه؟ كبيرا. وان خفتم، الاول كان الخطاب للازواج، الخطاب لحاجه تانية دلوقتي. وان خفتم شقاق، برضه الشقاق ما وقعش، انما خايفين للشقاق ايه؟ ما هو الشقاق؟ الشقاق الماده بتاعته من الشق، شق يعني ابعد شيء عن شيء، شقيت اللوح يعني بعدت ده عن ايه؟ اذا كلمه شقاق بينهما يدل على انهما بالزواج ايه؟ التحما وصار شيئا واحدا، التحما وصار شيئا واحدا. فأي شيء يبعد يبقى اسمه ايه؟ شقاق. التحم وصار شيئا واحدا، ما هي دي اللي قالها وقد افضى بعضكم الى ايه؟ الى بعض، مش كده؟ ولا لو اخذنا منكم ايه؟ ميثاقا غليظا. وبعض برضه قال في الايه الثانيه ايه؟ هن ايه؟ لباس لكم وانتم ايه؟ بقى هو لباس يعني هي مظروفة فيك وانت مظروف فيها، وزي ما قلنا لباس يعني انك انت ساتر عليها وهي ساترة ايه؟ ساترة عليك. فإذا تعدى الأمر إليه منهم يجي إن خفتم شقاق بيننا، مين اللي يخاف؟ أهو ولي الأمر أم القرابة قريبة من أولياء أمورها أمرها وأمره، يعني الناس اللي يبقوا يهمهم المسألة دي. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا من لا ندع المسائل إلى أن يحدث الشقاق. الله أكن الإسلام والقرآن بينبهني إلى أن كل ناس في محيط أسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية التي تعتبر هذه الأسرة. يبقى إن كان أب إن كان أخ إن كان حد يبقى إيه؟ متتبع، ما يسيبش المسائل لحد ما ايه؟ بدليل انه قال ان خفتم ايه؟ ان خفتم شقاق بينه، يعني الشقاق ما حدثش. ما تسيبش المساله الى ان ايه؟ الى ان تحدث. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا دي لولي الامر العام. هذا اذا كان ولي الامر عيونه يقظى الى ان هو ايه؟ يشرف على علاقات كل البيوت. كده ولا لا؟ ودي امر مش يعني ايه؟ مش وارد. يبقى لازم اللي هيتأثر ايه؟ ان الكلام ده لمين؟ للبارزين من الاهل هنا ومن الاهل هناك، ليجعل كل قوم لهم وجاهة في الاسرة مثلا ان هم يلاحظوا ايه؟ الخط البيان بتاع الاسرة. يقول لك والله مش شايفين كذا كذا كذا، والله ايه ناخد حكم من هنا وحكم من هنا ونشوف المسألة دي ايه اللي هتؤذن بعاصفة دي قبل ما تحصل العاصفة. قبل ما تحصل العاصفة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الله، يبقى المصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الإيه؟ دول لسه ما فيش بينهم وبين بعض حاجة، يجوز الزوجين بينهم وبين بعض إيه؟ أشياء. إنما الحكم اللي جاي والحكم اللي جاي لسه إيه؟ صدرهم طاهر. وما دام حيروا على إنه حكم، قال لك ما دام حكم يبقوا هما يتفقوا على اللي يحصل، بحيث إذا رأي أنه لا صلاح إلا بأن يطلق يبقوا هما يطلعوا. لأن معنى حكم يعني إيه؟
الناس فاهمة ان حكم دي ناس يروحوا الصلح ما عجبكوش نفضل على الشقاق، لا انت هتختار حكم من هنا وانا اختار حكم من هنا واللي يقولوه يبقى ايه؟ يبقى لازم يمشي لازم. بس الحق سبحانه وتعالى حرس هذه المسألة في الحكمين، قال ايه؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. شوف بقى لما يكون حكم من اهلها وحكم من اهله وبعدين يدخلهم تحت قضية ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، يبقى ان ما وفقش الله بينهم يبقى كأنهم دخلوا بايه؟ مش عايزين يصلح. يبقى كل واحد يخاف على نفسه بقى، يبقى يحاول انه يعمل ايه؟ انه يخلص. ليه؟ وإلا هتنتهي المسألة الى فضيحة له، لان الذي خلق الجميع الزوج والزوجة والحكم من اهل الزوج والحكم من اهل الزوجة قال كده ان يريد اصلاحا يوفق. من كل الاثنين رايحين تحت هذه القضية، وما دام رايحين تحت هذه القضية يقول لك الله ده احنا ما وفقناش بينهم هندي لنفسنا ايه؟ اننا ما ايه؟ اننا ما اردناش اصلاح. يقوم يعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يصلحوا. لان الله حين يطلق قضية كونية كل واحد يسوس نفسه وحركته في دائرة هذه القضية. احنا قلنا زمان حين اطلق الله قضية عامة فقال ايه؟ وان جندنا لهم الايه؟ هو قال كده. وما دام هو قال كده يبقى فليحرص كل جندي على انه ايه؟ يكون جندي لله، لانه من هزم هنقول انت ما كنتش ايه؟ جندي لله. يخاف من دي ولا لا؟ اذا وضع القضية الكونية في اطار عقدي عشان يعمل ايه؟ عشان يجند الانسان كل ملكاته في نجاح الايه؟ في نجاح المهمة. ان يريد اصلاحا يوفق الله ايه؟ شوف بقى انك اياك ان تغتر بحزم الحكمين وبذكاء الحكمين، دي اسباب، انما اياك ان تغتر بالاسباب، لان كل شيء من المسبب الاعلى. يوفق الله بينهما، مش ان يريد اصلاحا يوفقا بينهما، لا يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما ايه؟ ان الله كان عليما اي باحوال الزوج وباحوال الزوجة وباحوال الحكم من اهله وباحوال الايه؟ يبقى هم محوطين بايه؟ بعلم. فكل واحد يحرص تصرفه. ليه؟ لانه مسؤول عن كل حركة من الحركات التي تكتلف هذه القضية. وربنا ايه؟ عليم وخبير. ايه الفرق بين عليم وخبير؟ العلم قد تأخذ علم الغير، انما الخبرة يبقى بتاعت ذاتك. العلم ياخد علم مين؟ انما الخبرة. وبعد ان تكلم الحق على ما سبق من الاحكام في الزواج وفي المحرمات وخدنا من مقابل منها المحللات، وتكلم عن من لا يستطيع طولا، وتكلم عن المال ولا نأكله بالباطل، وتكلم عن الحال بين الرجل والمرأة، كل بعد ذلك لفتنا الحق إلى المنهج الأعلى. هذا المنهج الأعلى هو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في منهجه، لأن العبادة معناها إيه؟ العبادة هي طاعة العابد للمعبود. ما تاخدهاش على أنها بس اللي احنا بنقول عليه الإيه؟
العبادات دي اللي هي الصلاة والإيه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي أركان الإسلام. وإحنا قلنا ما دام دي الأركان والأسس اللي بني عليها الإسلام، يبقى الإسلام كمان غير الأركان ولا لا؟ لأن دي ده الأسس اللي بني عليها مين؟ الإسلام. وهل الأسس اللي بنى عليها اللي بنى عليها البيت هي عين البيت؟ يبقى الإسلام حاجات كتيرة ولا لا؟ فالذين يحاولون أن يأخذوا من المصطلح التصنيفي أو المصطلح الفني في العلوم لما سموا العبادات اللي هي إيه؟ الصلاة وما يتعلق بها، والزكاة والإيه؟ والصوم والحج، عملوها اسمها قسم الإيه؟ العبادة. ده اسم اصطلاحي، إنما كل أمر من الله عبادة. ولذلك الناس قال لك احنا نعبد الله ونقعد كده ولا نعملش اي حاجة زي ما بيقولوا كده، مفهوم ولا لا؟ لأن ما العبادة هي ايه؟ هي طاعة عابد لأمر معبود. لكن فيه اشياء سموها باسم العبادة لانها استدامة الولاء لمن نطيعه، استدامة الولاء لما هنطيع. ولذلك ضربنا مثل قلنا ايه؟ ان الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال ايه؟ هذا امر من الحق فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. كأنه اخرجهم من ايه؟ اخرجهم من بيع ايه؟ الى الصلاة، ما اخرجهمش من فراغ، ما اخرجهمش. وقلنا انه جاب البيع ليه؟ لانه العمليه اللي ربحها بيجي على طول. انت لما تزرع زرع هتستنى ايه؟ كم شهر على ما تطلع، مش كده ولا لا؟ لكن البيع صفقته على طول، تربح دي تاخد ربحها على طول كده. وقلنا البيع بينتظم كل حركات الحياه، لان معنى البيع ايه؟ وسيط ايه؟ بين منتجي ومستهلك، مش هو كده؟ مش ده البيع؟ يبقى واخد كل، هتبيع ايه؟ هتبيع سلع، السلع جايه منين؟ من منتج، لمين؟ لمستهلك. المستهلك ده لما تشوفه هتلاقيه منتج، والمنتج برضه هي ايه؟ هيبقى مستهلك. اذا الانتاج والاستهلاك تبادل ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها في ايه؟ كلمه البيع. طب وما هو شراء برضه؟ مش مادام فيه بيع يبقى فيه شراء؟ قام قال لك لا، البائع دائما يحب ان يبيع، لكن المشتري لا، ممكن مش عايز يشتري، يقول لك بركه يا جامع انا ما رحت لقيت الدكان مقفول. يبقى البيع يا دي العمليه الايه؟ الربح على طول كده على طول. فربنا يقول سيبوه، سيبوا العمليه اللي ربحها على طول دي. وبعدين فاذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض، يبقى ده امر ولا مش امر؟ يبقى نعصينا في الامر الاول يسعوا الى ذكر الله زي تمام نعصي الامر في ايه؟ فانتشروا في الارض، تبقى دي كلها عباده ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها عباده، ان كان ايه؟ صلاه عباده، صوم عباده. وبعد ذلك طب صلاه مش عايزه قوام حياه؟ مقومات حياه، هتصلي ازاي انت؟ لازم ليك مقومات حياه. مقومات حياتك ايه؟ طعام وشراب. طب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مش كده ولا لا؟ طب ما هتعمل ايه يعني؟ الله. طب اذا حركه الحياه كلها سلسله ايه؟ سلسلة عبادة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان كنتوا تعمروها، مفهوم ولا لا؟ يبقى دي كلها عبادة ولا لا؟ يبقى ما معنى العبادة؟ اياك ان تظن ان العبادة هي بس الايه؟ العبادة التصنيفية او التأليفية اللي في الفقه، يقول لك قسم العبادات وقسم الايه؟ المعاملات لا، قول لا، كله ايه؟ كله عبادة، بس الحركات الاخرى العبادة مش ظاهرة فيها قوي، لانك انت بتعمل لنفعك، بتعمل لايه؟ لنفعك. انما الصلاة بتاخد حتة من وقتك، مش كده؟ فسمينا دي العبادة الايه؟ الصح، العبادة الأهلها، قلنا دي اللي اسمها الايه؟ لأن العمليات التانية يعمل مثلها من لا يؤمن بإله،
بيطلع في الحياة ولا لا، ويسعى ويزرع ويقلع ويصنع وكل ده. إذا تسموها العبادات ليه؟ ليه سموها العبادات؟ لأن مثلها ما بيجيش من غير المتدين، إنما الأعمال التانية بتاعت عمارة الكون والمصلحة غير المتدين بيعملها ولا لا؟ تسموها باسم الإيه؟ العبادة. ولكن كل أمر لله نطيعه فيه اسمه إيه؟ عبادة. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد ما قال الكلام اللي فات دي كله رددنا إلى قضية أن الحظ دائما في كل تصرفاتنا أن نأتمر بأمر الله في منهجه وأن لا نشرك به شيئا. يعني إن كنت في أي حاجة اوعى تجعل الأسباب في ذهنك أمام المسبب الأعلى. كل حاجة اقصد فيها مين؟ اقصد فيها وجه الله. وبالوالدين إحسانا. شوف المنزلة بقى ليه بقى؟ قال لك لأن الخطاب لمكلف والتكليف فرع وجودي، مش كده ولا ايه؟ والوجود الوالدان سبب فيه، هما السبب المباشر له. لكن إذا صعدت السبب والوالدين جم منين؟ من والدين، والوالدين جم منين؟ من والدين، لحد ما تروح لمين؟ ما تروح لربنا. تبقى انتهت المسألة إلى الواحد ولا لا؟ إلى الواحد. فقبل إيه؟ لأن التكليف من المكلف للمكلف فرع الوجود، والوجود له سبب ظاهري. هذا السبب الظاهري هم مين؟ الوالدين. صحيح لما الوالدين يتسلسلهم كده هتروح لمين؟ هتروح لله. يبقى انت لما تيجي للسبب المباشر لإيه؟ لوجودك، هتروح للسبب ايه؟ السبب الاعلى للايه؟ للوجود. السبب الاعلى للوجود قال اعبدني ولا تشرك بي شيئا. وبعدين الوالدين اللي هم السبب المظهري او السبب السببي ده احسن ايه؟ بالوالدين ايه؟ احسانا. كلمة الاحسان تدل على المبالغة في العطاء الزائد، على المبالغة في العطاء الايه؟ اللي بنسميه احنا مقام الاحسان. مقام ايه؟ مقام الاحسان. وبالوالدين ايه؟ احسان. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته لانه اله واحد لا نشرك به شيئا، ما جابش سيره هم على ديني ولا مش على ديني. قال لك ما في آية تانية قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، صحيح ما تطعبهمش، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. يعني احترم السبب المباشر في الوجود وإن كان مخالفا للسبب الأعلى في الوجود. مخالفا للسبب الأعلى في الإيه؟ في الوجود. بس أنت صاحبهما في الدنيا معروفة. شوف كلمة معروف دي، المعروف يصنعه الإنسان في من يحبه وفي من لا يحبه. اوعى يكون قلبك متعلق بهم ان كانوا مشركين، لكن حتة صاحبهما في الدنيا معروف تبين ان المعروف يصنعه الانسان مع من يحبه ومن لا ايه يحبه. ولذلك قال صاحبهما في الدنيا، يعني شوف مصلحتهم في امور الدنيا معروفا منك، والمعروف تصنعه في من تحب، وعلشان ايه؟ ما يوجدش تناقض او شبه تناقض او ظاهر تناقض بين هذه الآية وبين قول الحق سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ويوم يودون من حد الله ولو كانوا آباءهم. يقول لا، ده يود عمل قلب، والمعروف عمل جوارح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.